أنا حمان، واليوم بجرب رياضات عليها مسابقات دولية وأرقام قياسية، لكن اللي يميز هالرياضات كلها إنها مملة. هذه أكثر خمس رياضات مملة في العالم، ومباشرة بتقولون لي أنت ليش متوازن على ساق واحدة؟ إن هذه رياضتنا الأولى، القراءة القصوى. كنت بطيح. القراءة معروف عنها أنها هواية المثقفين والمفكرين، ولاحظوا أني قلت هواية مو برياضة، لأن في أغلب الأحيان هي تعتبر شيء تسويه عشان تروق وتريح، إلا في هالحالة لأن قدروا مجموعة من الناس أن يحولونها رياضة. واضح، لأن أنا لابس ثياب رياضية عشان أقرأ. الرياضة تقول أن كيف ممكن تقرأ وتستوعب كل شيء قاعد تقرأه في أصعب الظروف، سواء كان برد قارس أو بكل بساطة أنت متوازن على حافة هاوية ممكن تطيح في البحر بعد شوي. وعشان في مقطع اليوم نعتبر أي رياضة رياضة، لازم يكون إما في مسابقة دولية لها أو بالأحرى في طريقة تفوز فيها. ففي رياضتنا الأولى التحدي، كم من الوقت تقدر تصمد في نفس الوقت، كم صفحة تقدر تقرأ وتستوعب وانت صامد في وضعك الغريب هذه. أوكي، فخلنا نحاول نقرأ صفحة وإحنا متوازنين عشان نشوف صعوبة هالرياضة. أوكي، قبل لا أقرأ كنت بطيح. Inflated words. Mark Twain. كثر devastating summer torture. خلص صفحة، ما بكمل زيادة، ما رضى يبين علي، قاصب عرق. الكاميرا طلع لي شعار فيها انه بتنصك بعد شوي من الحرارة، وانا مجرد قريت صفحة، فيمكن الحرارة والرطوبة والتوازن هما العوامل اللي حولوا القراءة شوي صعبة بزيادة. لكن اتذكر كل شيء قريته، ما اعرف ثبت اني قاعد اركز على اني اقرا ولا ما اعرف، بس اول مرة اركز في كل كلمة اقراها بهالطريقة. بس الصراحة تعبت من الوقفة، فصار وقت انه نقعد ونرتاح حق رياضتنا الثانية. لا مو التشمس وشمس صيديني، لا ولما أنا كنت معتبرها هواية وما بحطها في مقطع اليوم، لين ما اكتشفت إن في مسابقات عليها. إيه نعم، في طريقة تفوز فيها. كل عليك تسوي إنك تنسدح اللون برا، طالع السماء بدون ما تبط عينك الشمس، وتعد الغيوم، تروح وتعد الغيم الموجود في السماء. 1 2 3. بس مو بس تعدهم وخلاص، أو اللي عد أكثر فايز، لا ما تقدر تفوز إلا إذا لقيت غيمة من كل أنواع الغيوم. ها؟ أنواع الغيوم؟ إيه نعم، أنا نفسكم انصدمت لما عرفت إن الغيوم في لهم أنواع معينة، يعني ما يتغيرون من هالأنواع، يا يكون هاي النوع يا هاي النوع يا هاي النوع يا هاي... يعني كم نوع هلا موجودين وبس يخلصون، ما في أنواع غير. ما أعرف، أحس كأن نفس التشيكن ناجت يجون بأشكال معينة وخلاص، ما في أشكال غير. هاي نفس الشيء ويا الغيوم، معلومة غريبة ما أدري إذا صدق أو لا الصراحة، فخلنا نحاول نسويها. يلا بدون ما تبط عين الشمس. الشمس تخليني أعطس. وبعد ساعات من البحث عن الغيوم اكتشفنا أن عدد الغيوم هو 0. يا جماعة أنا ساكن في البحرين، يعني شنو يعني؟ يعني هاي السماء اللي أشوفها، آخر مرة شفت غيمة بروحها كان قبل شهرين، ما في شيء، السماء فاضية. فيعني أتوقع إذا حاولت ألعب هالرياضة بتم بالأشهر وما بفوز. صدق إنها رياضة مملة، وما أعرفش ليش في ناس يلعبونها أصلاً، بس ما أتوقع أقدر أشارك فيها من البحرين، لازم أسافر عشان أجربها. ورياضتنا الثالثة مريحة بشكل ما تتصورونه، والأحلى إن كلنا ممتازين فيها، لأن هي بكل بساطة النوم التنافسي. في هالمسابقة أو الرياضة يعني يوزعون الشركات مفارش ومخدات على المشاركين، ويركبون لهم أجهزة تعقب للقلب والنوم نوعا ما، ما قاعد استهبل من صدقي. وبعدها هم قاعدين على السرير كذي مرتاحين، فجأة يقول لهم يلا ناموا كلكم، فيروحون يحاولون ينامون. هذه هي الرياضة، في جمهور، في حكام، في مراقبين حق هذه الرياضة. بس فشلون ممكن تفوز في مسابقة النوم التنافسي؟ بكل بساطة، لما المتسابقين يبتدون وينامون يروحون الحكام يشوفون دقات قلبهم، وفي نفس الوقت يطالعونهم في الصج، يعرفون مين أكثر واحد مرتاح في نومته وبطريقة نومته، وفي نفس الوقت يقدرون يقيسون من نايم لأطول فترة ممكنة، لأن لما تنام دقات قلبك تنزل، فيقدرون يقيسون إذا فعلا نايم أو بس مسكر عينه وخلاص. وبهالطريقة يقدرون يقيسون من كانت عنده أفضل نومة وأطول نومة، عشان يعلنون أنه الفايز في النوم التنافسي. مبروك عليك، أنت أفضل واحد ينام. طبعا الفايز دائما يكون له جائزة، ممكن ميدالية ذهبية؟ لا، أو صح، لازم أذكركم لايك واشتراك. بس الفايز بكل بساطة يحصل فراش جديد ومخدة بس. يعني أحس المسابقة بكبرها استهبال، واللي يشاركون يستهبلون والشركات يستهبلون، ما حد فيهم من صدقه شو المسابقة ذي. لكن هذه فكرة المقطع، أن بنجربهم كاملين وبنحكم إذا هم رياضات فعلا أو لا. فيلا خلنا نجرب. 1 2 3. شلون الناس ينامون الظهر؟
نحاول نحاول يلا باطي روحي دقيقة. خلاص ما اقدر انام، انسحب من البطولة، يمكن لأن متحمس بزيادة حق الرقم القياسي اللي بنكسره الحين. شنو؟ فيه؟ ضبطت ضبطت. في رياضتنا الرابعة. اوه وانا مثلكم تحمست حق هالرياضة لأن اخيرا فيها كرة. في رياضتنا الممل الرابعة هي كرة قدم؟ لا. هل هي كرة سلة؟ بعد لا. زين ممكن تكلكل؟ واضح مع ركبتي ما يهمني. بعد لا ولا ولا، قلت لكم الرياضة بتكون مملة، هي تنافس على أمل رياضة في العالم. بكل بساطة بناخذ الكرة و نحاول نثبتها على راسنا، بس هاي هي الرياضة، تثبيت الكرة على الراس. طبعا أنا بجرب هالرياضة بالذات لأن في لها رقم قياسي وأنا اليوم أبي أحطمه، وباخذ ثلاث محاولات وبحاول أحطم الرقم القياسي. المحاولة الأولى ها؟ لا طاحت بسرعة. اوكي حوالي الاولى والفاشلة شوي في هواء فلازم احنا نوازن. اوكي يلا. صراحة اول محاولتين محرجين، فالمحاولة الثالثة خلاص هذه بحطم فيها الرقم القياسي. يلا خف الهواء بعد. يلا 1-2 بحطها كذي. اوكي اتوقع قريب من الرقم القياسي. لحظه خلها اتاكد. اوكي قريب من الرقم القياسي. انا يعني خلينا نقول 3-4 ثواني وازنتها. الرقم القياسي هو مجرد 8 ساعات و42 دقيقه و12 ثانيه من التوازن على الراس بس. وحقق الايراني اراش احمدي اللي كان يتدرب 15 سنه في رياضه توازن الكره على الراس كل يوم. اوكي خلصت تمرين. يلا اليوم اللي بعده يوازن الكره. اوه خلصت تمرين بس. اوكي رياضه ممله وصح ما حطم من الرقم القياسي، لكن خل نروح حق الرياضه الاخيره. وحق رياضتنا الاخيره بنحتاج. شلونكم اصدقائي؟ تعالوا ما قصرت اخوي شكرا. بنحتاج ناخذ لنا ريش، وغير الريشات اللي اخذناهم بنحتاج هدف، وبنحتاج نقيس مسافه متر ونص. فهذه هو متر ونص تقريبا تحت المايك بشوي، فلما اكون واقف خلينا نقول من هني متر ونص. اوكي والصراحه هالرياضه اما ان هي قديمه لدرجه ما كانوا يعرفون شيء اسمه رياضه، او ان هي فعلا امل رياضه في العالم. يقول لك كل عليك تاخذ الريشه وتقدر الهواء. وبعد ما تقيس مسافة متر ونص وتخلي لك تارجت، كل عليك تسويه من متر ونص تترك الريشة. أفا طاحت برا التارجت. لا خسرت. لا خل نحاول مرة ثانية بدون ما تضيع ريشاتنا. الهواء كان كذي قريب. شوفوا التارجت يا جماعة أنا هني. لا والله قريب والله قريب. أجين 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 إلا يبها داخل. أوهو الهواء كل شوي يتغير. ايه الهواء زاد. انا قاعد اقول عنها مملة بس عجبتني لان كل مرة الهواء يغير الاتجاه وهالاشياء. لا والله كانت بدش. لا روحي. ايه على الخط على الخط. اعتبرها ان. لحظة لا تطير. اوه لا والله طارت كانت واقفة على الخط. تعالي لا تطيرين كانت واقفة كذي. انا بعتبر روحي فايز، انتوا كتبوا لي في الكومنتات هل فعلا تحسوني فايز ولا لا. شوفوا هل احنا الخط، فانا بعتبر روحي نفست. وبالرغم مني لعبت امل 5 رياضات في العالم لاني استمتعت الصراحة، واتمنى ان انتوا بعد استمتعتوا. زر اللايك والاشتراك قبل لا تطلعون. بس هاي المقطع اليوتيوب يقترح انه بيعجبكم. نشوفكم مقطع جديد يوم الاربعاء القادم. مع السلامة.